مرحبا بكم في لعبات أرجو فوشو مرة أخرى. التطوير الشخصية في الحين التطوير دائما يبدأ بهذه النافذة بالضغط على نافذة المهارات. تجد هذه ثلاث نوافذ و النافذة الأولى دائما تضع عليها المؤشر هكذا حتى تصبح يعني تشع باللون الأصفر، هذا يعني بأنها مفعلة وهكذا تقوم بكسب يعني تلقائيا تقوم بتطوير يعني شخصيتك بدون علاج شيء. ثم النافذة الثانية كما نرى هنا هي أنها تقوم بتطوير شخصية بواسطة بطبيعة الحال، وهذه الطريقة ليست جيدة جدا لأن العملة قد تحتاجها في أماكن أخرى. ثم لدينا النافذة الثالثة وهي مهمة جدا، وهي التدريب مع الفريق، مهم جدا لأنه يسرع من عملية تطوير الشخصية بشكل كبير، كلما وخاصة إذا كان الفريق مكتمل، أن يمكنك أن يعني تقوم بوحدك مع فريق، والأفضل هو أن تفعل ذلك مع الفريق لأنك يعني ستربح الكثير من الخبرة، وبالتالي سوف ترفع من شخصيتك بشكل جيد. طريقة التدريب فقط تضغط ستارت وتقوم بالحركات وتضغط على الأزرار، ولا تنسى أن تقوم بضغط الأزرار الصحيحة، لأنك إذا كنت مع فريق فإنهم يملكون القدرة على معرفة من الفريق بالضغط على الأزرار، وبالتالي لن أوظفك في التدريب القادم بناء على ذلك. وهكذا إذا كما قلنا هذه هي الثلاث خطوات للقيام به يعني قوة شخصيتي، وهنا كما شرحنا هنا يعني نافذة تحويل الخبرة إلى يعني نقاط المهارة أو ما يطلقون عليه الكولتيفيشن هنا. وثم هنا سوف أقوم هنا بتغيير الأزرار كي نستطيع المشي، لأن لوح المفاتيح عندي باللغة الفرنسية، لأن سوف أقوم بتغيير هذه الأزرار حتى أتحكم بشكل جيد على هذا الشكل. نحن الآن جاهزون وهذا هو الفيلم. هنا طريقة أخرى لتسريع تقوية شخصيتك وهي جمع الكتب الصفراء عندما تقتل أحد يعني أسيد اللصوص. تجمع الكتب الأصفر الصفراء تحتاج كتابين، يعني عليك أن تقتل البطلين من أجل أن تحصل على تلك الكتب. وهنا نصور نلتقط بعض الصور مع اللاعبين الآخرين الذين عليهم العلامة الخضراء أو اللون يعني اللون الاسم الأبيض يعني لاعبين آخرين. فانظر اللاعبين بعضهم يملكون قوة خارقة، يعني ينظر الضوء يخرج من الشخصية. نعم يمكنك أن تطور شخصيتك إلى هذا الحد، إلى درجة أن يعني تشع القوة من جسدك، يعني هاي الكتب التي عليك أن تجمعها. ويجب أن تقوم باستبدالها عند عجوز اسمه زيو أوكشيان موجود في سيزو. في هذه الحال نعم تثبيت نقطة العودة مثل لعبة من الشعوب، تأتي إلى الدكتور في أي مدينة ويطلقون عليه هوربل هال، المكان الذي تقوم فيه بتثبيت مدينة كنقطة عودة. ثم إذا فتحت الخريطة ستجد بأن المدينة التي علينا الذهاب إليها بعيدة جدا ولن تجدها في الخريطة التي أمامك. اضغط على أيقونة الشمس لكي تتأكد
يعني كل منطقة والمدن الموجودة فيها، يعني هكذا. يعني كما ترون هي 5 مناطق، كل منطقة فيها أكثر من 7 مدن. يعني عالم اللعبة واسع جدا وكبير. ترون هنا نضغط على لاست ليفل فوق الخريطة لكي تستطيع أن ترى المناطق بهذا الشكل، وتظهر على الجانب يعني المدن والمناطق. إذا كي نسافر لأي منطقة نضغط على كوتشمان في NPC سيرش هنا مثلا، وسوف نذهب لكي يعني نقوم بالسفر. ستاج كوتش يعني سائق العربة، وهكذا هذا هو الشخص الذي سوف نسافر معه اليوم. نضغط هنا أو لا مباشرة يقول لك اختار أي مدينة التي سوف تغادر إليها، وهنا نجد طبعا المدينة التي نبحث عنها. ثم اضغط جو تو كي نسافر مباشرة. الآن يتم السفر يا أعزائي، نحن على عرفة، وهذا جميل جدا الطبيعة، وأنت تركب العربة جميل. وإذا أنت تركب مع ناس يعني ناس عاديين يتحدثون مع بعضهم البعض، كما يمكنك أن تركب مع أصدقائك إلى آخره، تتحدثون بالعربة إلى ما ذلك. يعني شيء ممتع صراحة، فنافذة الشط موجودة يعني بجانبك، فقط اضغط انتر وتكتب تتحدث مع اصدقائك في الشات وتسافر معهم في العربة وفي القارب والى غير ذلك. لأننا لقد وصلنا الى المدينة الان، و نذهب. إذا فتحنا الخريطة ووضعنا المؤشر على الكتب سوف تقرأ بأن هناك إحداثيات، وحينما تحرك المؤشر على الخريطة فإنك سوف يعني تلاحظ الأرقام الإحداثيات، فهكذا ستجد يعني مكان الشخصية بكل سهولة. نتحدث عن العجوز المجنون. هو مرحبا بك يا بني، نعم كي تبدل الكتب يجب أن تقوم بالمجيء إلي دوما. طبعا أنت تقوم بتغيير الكتب، تبادل الكتب عند هذا العجوز هذا. هذا الحال حتى لا نعود مرة أخرى إلى هنا، نقوم بفتح نافذة التنقل تيليبورت بالضغط على T، ونقوم بإضافة نقطة للمدينة، هذه المدينة لأنها بعيدة جدا، كي نسجلها في نافذة التليبورت حتى نقوم بالتنقل إليها مباشرة في المرة القادمة. نضغط على زائد هنا وتختار إكستند، ثم زائد، ثم هنا تختار اسم المدينة التي تريد أن تضيفها إلى نافذة التنقل هنا التليبورت، وتضيفها إلى هنا مباشرة وهكذا. جيد جدا. هنا لنراقب اللاعبين، انظر إلى هذه الطاقة، أوكي جيد جدا، هو خرافي. وهذه فتاة، نعم فاللعب يلعب، والفتيات والشبان أيضا، الشيء رائع جدا. هذه الشخصيات، وإلى اللقاء.